أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ندت يا رب ندت بلا حصر ولا عدد، إذا كان إلى من كان إلى سبب، اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأسعد خلقك بك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفضل خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمعنى حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبدل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. رضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك إلى الله يا حي يا قيوم. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قرأنا الفوائد التي ذكرها حاتم الأصم لشيخه شقيق البلخي، وهذه الفوائد نختصرها. أول فائدة أن تلاحظ وأنت تعيش أنك تعلم أن هناك في قبر، والقبر لا يؤنسك فيه إلا عملك الصالح، فتعمل للعمل الصالح. ثاني فائدة مجاهدة النفس، أنه وجد أن النفس تخالفه في اتباع القرآن والسنة الشريفة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فإنه أخذ في تهذيب نفسه ومجاهدتها. والفائدة الثالثة أن الناس كانت تسعى إلى تحصيل حصان الدنيا، فهو جعل ذلك الحصان يبذله للناس وبذل الخير للناس. الفائدة الرابعة هي أن كل إنسان يبحث عن نوع من الشرف والعزة، وجد شرفه وعزته في تقوى الله تعالى. الفائدة الخامسة أن رأيت الناس يذم بعضهم بعضا غيبة لمين وبهتان، فترك ذلك لله تعالى، فما حسد أحدا ولا اغتاب أحدا ولا ورضي بما قسم الله له تعالى. الفائدة السادسة أنه لا يعادي أحدا إلا إبليس عليه لعنة الله. الفائدة السابعة كل الناس يسعى لفضل القوت، فهو علم أن الله قد ضمن له الرزق، فاطمأن قلبه وانشغل بعبادة الله عن الطلب ما ضم عن طلب ما ضمن له من الرزق والأجل. والفائدة الثامنة أن رأى كل واحد معتمدا يعتمد على شيء ويركن إليه ويستند إليه، فجعل معتمده وأبنه وسنده هو الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. فدي الفوائد التي ذكرها سيدنا حاتم الأصم من التي تعلمها من شيخه أو الشيخ شقيق البلخي. فقال الشقيق: وفضل الله تعالى إني قد نطقت التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كما وجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية التي ذكرتها، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. أن يوم نقرأ شيء جديد، قال: أيها الولد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين: قد علمت أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق.
فاعلم انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السيئه منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربيه يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوكه ويخرج النباتات الاجنبيه من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده الى سبيل الله تعالى، لان الله تعالى ارسل للعباد رسولا للارشاد الى سبيله، فاذا ارتحل صلى الله عليه وسلم قد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا الى الله تعالى. قال علمت من هاتين الحكايتين انك لا تحتاج الى كثير العلم، مش محتاج لكثير من العلم. ولذلك هو علم المندوب مندوب، وعلم المباح مباح، وعلم فرض الكفايه فرض كفايه، وعلم فرض العين فرض عين، وعلم المكروه مكروه، وعلم الحرام حرام. فالعلم ياخذ بحكم العمل، فانت لا تحتاج الى كثير العلم. إلا أن العلم بالدين شيء يعني يرتقي به الإسلام، ولو كان ذلك شيء طبقة العلماء، طبقة الناجين. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما متعلما. كل شيء في الدنيا ملعون إلا الأشياء دي. ذكر الله وما والاه، قالوا ولا على ذكر الله، داوم على ذكر الله، أو ما والاه أي داوم على طاعة الله تعالى. هو عالم متعلم، دول النجاة، أما ما سوى ذلك من الدنيا فملعون كما نص الحديث. فالعلم له فضل عظيم، بل العلم بالله هي درجة قربك من الله تعالى، علمك به وبشرعه وبرسوله. كلما ازددت علما كلما ازددت قربا، كلما ازددت سعادة، كلما اطمأن قلبك ورضيت بأقدار الله تعالى وفوضت أمرك إليه فكنت في راحة. كما ذكرنا قبل ذلك أن أولياء الله الصالحين يقولون نحن في نعيم لو علمه الملوك لجادلون عليه، قاتلون على ذلك النعيم. هو الرضا عن الله، ترك الأمر لله، التفويض لله، العلم واليقين على أن الرزق بيد الله تعالى والأجل بيد الله. فبيلبسك كده بهادي مطمئن بالله تعالى وتسوق الامور كانك افضل من الملوك. قال فلا تحتاج الى كثير من العلم، الا ان العلم خاصه راقيه، العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تدخلك في مقام الصديقين ومقام الاولياء الصالحين. والان ابين لك ما يجب عليك على سالك سبيل الحق. فاعلم انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب. شيخ، كل من ليس له شيخ فشيخه الشيطان. لان ايه؟ بيبتدي هو ايه يعمل دين لنفسه، كما يقولون الدين الموازي، دين موافق لهواه. لا يريد ان يملى عليه الشرع، هو اللي بيملي الشرع من نفسه فيتبع هواه. وما عبد شيء اشد من الهوى، فرايت من اتبع الهه هو من اتخذ الهه هو هوى. فالشيخ ده يرى ما لا تراه انت. الانسان وهو في حاله نوع من الغفله، وقد يكون عنده عبادة وكل شيء، إلا يكون قلبه ليس عنده المقاييس الشرعية التي يزن بها القلب ويزن بها الأعمال، أو على الأقل يزن بها القلب. الأعمال ظاهرة، الأحكام والشروط والأركان والأسباب والواجبات والموانع موجودة في كل حاجة من الأحكام الظاهرة بالنسبة للعبادات والمعاملات، لكن بالنسبة للقلب غير موجودة إلا عند المتخصصين اللي هو إيه؟ الشيخ. ماشي. فالشيخ ده بيطلع على القلب، او يطلع على القلب، او بدون اطلاع عنده الفطنه والملكه التي تدركه تجعله يعلم حال الانسان ده على الاقل. فالشيخ دي مراتب كثيره، في شيخ ينكشف له حال القلب تماما. ماشي.
وفي يعني درجات الشيخ المشايخ دول كتير. اولا المشايخ لازم يكون الشيخ يكون عالم وعامل عالم بالشرع وعامل بالشرع، ده اقل حد في الشيخ. اللي ما بقاش عالم بقى جاهل، فلا يصلح للمشايخ. مش عامل يبقى لا يصلح للمشايخ، يبقى لازم يكون عالم عالم. وكلما ارتقى في ذلك كلما انكشف له بمدد من الله تعالى، وهذا من الله تعالى يكشف له الاحوال حتى يصير الى ان يكون واحد من الايه النجلاء حدود 313 رجلا في الأمة، غالبهم في مصر. النجلاء دول 313 واحد، 313 رجلا اسمهم النجلاء. لما واحد منهم بيموت من النجلاء دول بينتقل واحد من الأولياء إلى طبقة النجلاء. واحد ولي، لكن الأولياء كتير، أولياء كتير أوي غير محصورين. خلاص؟ فلما واحد بيموت من النجباء ينتقل واحد من الاولياء الى درجه النجباء عشان يصير عددهم بصيغه دائمه في الارض 313. وبعدين بعد كده اما حد في طبقه اعلى منهم 40 اللي هم الابدال، والابدال دول لما يموت منهم واحد ينتقل واحد من النجباء الى مكان الابدال. ال 40 لهم اربع اقطاب، ده ورد احاديث بذلك. والاربع اقطاب دول لما واحد منهم يموت يتخذ واحد من الابدان يكمل الاربع اقطاب، وهكذا واحد من ينتقل 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 لغايه لما يصل للقطب. القطب ده قطب الوجود، قطب الزمان. وده بيكون هو ايه؟ اسمه الوارث المحمل، القطب، قطب الوجود، قطب الزمان. كما يقول الشيخ الدجرمي في الحاشيه عن الإمام الشافعي، يقول أخذ يرتقي في العلم حتى صار قطب زماني، حتى صار قطب الوجود كما يقول كده. القطب ده هو أكثر واحد على حال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فحاله يقب عليه حال النبي صار الظاهر بأنه أكثر الناس امتثالا في مقدوره لظواهر الشرع، وأكثر الناس امتثالا بقلبه لحال النبي صلى الله عليه وسلم الباطن. فتلاقيه يغلب عليه الرحمة، يغلب عليه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة والظاهرة. ده لازم ابن الوارث المحمدي، القطب، قطب الزمان، قطب الوجود، يطلق عليه أكثر كثير. فده أعلم أهل الأرض وأكثر امتثالا للشرع ظاهرا وباطنا، ده يبقى قطب الوجود. نتكلم عن الشرع، مفيش حاجة خارجة عن الشرع أبدا. خلاص؟ تجد الإمام السيوطي ألف كتابا سماه الخبر الدال على صحة وجود الأقطاب والنجباء والأوتاد والأبدال. في أحاديث تدل على ذلك، جمع فيها رسالة كاملة الإمام السيوطي الخبر الدال على صحة حديث وجود الأقطاب والنجباء والأوتاد والأبدال. وشرح الحديث وجاب أقوال الإمام أحمد بن حنبل، يقول فلان من الأبدال، واستدل بأدلة كثيرة. وهذا هو رسالة كاملة تتكلم عن هذه الدرجات والطبقات. أول حاجة في إيه؟ يجب على السالك سبيل الحق الطالب لله تعالى المريد، أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي. أقل حاجة في الشيخ المرشد المربي أن يكون متزن ظاهرا وباطنا بالشرع الشريف بقدر الإمكان طبعا. والتوافق في الالتزام وامتثال الأوامر يختلف بقى إلى أن يصل إلى إيه؟ قطب الوجود او ايه الوارث المحمدي اللي احنا قلنا عليه ده. فكل واحد من هؤلاء له نوع من الكشف. ممكن واحد ما يحصلش عنده كشف خالص، لكن بوصفك الحال يقدر يدلك. ده عامل زي الطبيب الموجه المرشد اللي بيساعد. لازم الانسان يكون ليه هذا، لان الانسان وهو في مشكله معينه بنفسه لا يستطيع ان يحلها لانه هو داخل المشكله. لكن الناظر من الخارج يطلع على ما لا يطلع عليه صاحب المشكله، فيستطيع ان يصفها ويحللها ويجد النظر اكثر والدقه في وجود الحال اكثر واوضح بالنسبه للخارج المشكله. فالانسان دائما هو في علاج القلب. انا اعرف ازاي؟ تجد كل الناس تظن ان قلوبها صحيحه وسليمه 100%، وليس كذلك. ممكن واحد يكون بيغتاب يظن ذلك، بينام يظن ذلك، بيحسد ومش مريان، يستكبر، يصيب العجب، كل الامراض القلبيه تصيب دون ان يدري.
فالشيخ هو اللي بيقرا كده يقول له لا اعمل كذا، لا اعمل كده. فقلنا يا درجات الشيخ انها متفوته الى ما شاء الله تعالى حتى ان يصل الى خط الوجود او ايه الورث بن محمد. فاعلم انه ينبغي للسالك اي يريد طريق الله تعالى، طريق الله تعالى شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السيئه منهم بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. الاخلاق في اخلاق رديئه واخلاق حميده. الاخلاق الرديئه لها طرفي نقيض، شرحنا قبل كده الحكايه دي؟ ها؟ كان انت بتقول عليها احنا كده شرحنا طرفي نقيض في الاخلاق الرديئه. ها؟ لا مانع من التكرار لو كنا شرحنا. الاخلاق الرديئه بتكون اخلاق مذمومه شرعا، بخل، جبن، كبر، عجب، ها؟ ومثل ده 53 اخلاق خلق رديء، 53 ذكرهم الامام الغزالي ويمكن اكثر من كده، ذكرهم في الاحياء في باب المهلكات. فكل صفه رديئه لها طرفي نقيض. ها؟ اللي هي اسراف وتقتير. ها؟ مثلا نيجي اكيد مثال خلق الشجاعه. خلق الشجاعة ده خلق محمود شرعا، لكن هذا الخلق لها طرف نقيض، أحدهما الجبن والآخر التهور، فدول طرف نقيض إسراف وتقتير. نعم إسراف وتقتير يكون فيه طرف نقيض. الشيخ فبيكون يكون عنده جبن زائد يخاف يخش النار، والتاني عنده تهور يخش وهو ضعيف ومش مستطيع ولا يأخذ بالاسباب. فالتهور والتجرد جرأه زائده. الشجاعه منتصف بقى بين ايه؟ بين التهور وبين الجبن. خلاص؟ مثلا ايه؟ فالانسان مطالب بانه يحصل الشجاعه لانها خلق محمود شرعا. وبالتالي يعني يترك ايه؟ الطرف النقيض اللي هو الجبن او التهور، ويفضل يحاول يصل الى الوسط، الوسط اللي هو ايه؟ الشجاعه. وهكذا اخلاق كثيره جدا، تجد كل الاخلاق معظمها كده لها طرف نقيض والوسط، هو جعلناهم امه وسطا اي في الاخلاق ايضا في كل شيء. فتجد الشجاعه ووسط الكرم بين البخل، ها، وسط بين طرف البخل والطرف الاخر ايه؟ الاسراف، وهكذا. فكل الاخلاق الرديئه لها طرف نقيض ولها وسط، الوسط بتاعها هو ايه؟ الحد المحمود شرعا. واضح؟ فالشيخ وبعدين ايه؟ برضه نكمل الوصف ده. فاذا وصلت الى الوسط اخذت ترتفع في الوسط ده. ترتفع في الوسط الى حد النبي، وسط حد الوصف ده عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. الغضب، ها، هو نقيض، نقيض الاخر، ها، هو ايه؟ عدم الغضب مطلق. من استغضب فلم يغضب فهو حمار كما قال الامام الشافعي. طب والغضب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب ولك الجنه صلى الله عليه وسلم. ففي وسط ده ايه؟ الغضب لله. ان يكون الغضب ده انت متحكم فيه. جميل؟ انك نتيجه الغضب طبعا ينتج عن محرمات، غيبه، نميمه، بهتان، ضرب بالايد، قذف، شتيمه، ده كل ايه ينتج عن الغضب لما يحدث كده. فلما انت وصلت لحد النصف لو ايه؟ تحكمت فيما ينتج عن الغضب من الصفات الرديئه سواء بالقلب او بالافعال او بالفعل او بالكلام، يبقى انت وصلت انك انت ايه؟ ماسك الغضب بتاعك، ده الحد الاوسط بتاعك. ها؟ متحكم. لكن واحد تاني استغضب ولم يغضب فالطرف التاني نقيض. ده حمار. ها؟ نيجي بقى للحد الاولاني بقى ارتفاع الغضب. ان احنا نرتفع فيه الى مقام النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الا اذا انتهكت حدود المقعد. واذا انتهكت لم يقم لغضب شيء حتى ينتقم لله تعالى صلى الله عليه وسلم. يبقى الغضب هنا ايه؟ من عقابه ومن عقوب.
الغضب في قتال الكفار المحاربين مفهوم؟ ها؟ ها؟ روح أشداء على الكفار الروحانيات بينهم خلاص؟ إلى أن يصل الغضب إيه؟ أن يكون لله تعالى فقط. إذا ده إيه؟ معيار الرقي في الغضب. أنا تحكمت فيه يبقى ده الحد الأدنى وصلت للوسط. الرقي فيه أن يكون غضبي لله. واضح؟ كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فحال النبي في هذه الأوصاف السنية الجميلة هو الحال الأعلى والأمثل، وهو عين كل صفة حسنة وأعلى شيء في كل صفة حسنة صلى الله عليه وسلم. فيجي إن ربي بيعمل إيه؟ الشيخ المرشد المربي ده ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، يخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، يجد عنده بخل، يقوم الشيخ يوجهه إلى نوع من الإنفاق والتصدق وما إلى ذلك، يجد عنده تقصير في نوع من العبادة في الذكر، يقوم يصيب الذكر والموضوع على الفكر على الذكر، يجد عنده نوع من التقصير في التفكر والتدبر، يصيب هكذا، ده إيه؟ مرشد يرشده يصيب ويكون مربي ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوكة ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ده المثال الحسي بمثل المربي. زي الفلاح، الفلاح بيحرس الارض بيبذر البذر، كل ده تمهيد. ما هو في مراحل كثيره في العلاج النفسي حسب النفس التي تعالج. فده الاول بيحفر الارض عشان يمهدها للزراعه، وبعدين يبتدي يبذر فيها البذر ويسقيها، بعد كده بتظهر نباتات اجنبيه. هذه النباتات تمتص بعض الغذاء الموجود في الارض، وعايز بقى الغذاء كله يكون للنبات الذي يزرعه، فيبتدي يخلع وينزع تلك النباتات الاجنبيه. وايضا لو وجد الشوك يشيل، يجد الشوك ينزع ويخلع الشوك ويخرج النباتات الاجنبيه من بين الزرع ليحسن النبات، يبقى النبات يكون على احسن ما يكون، اي ويكمل ريعه اي يكون على اكمل ما يكون من ايه؟ من الكم، فايه يكمل العائد بتاعه. والشيخ ده يعني المربي ده المفروض المربي ده لا يكلف المريد كما يقول الامام الغزالي في الاحياء، لا يكلف المريد ما لا يطيق، ما لا يطيق. لازم ينظر الى حال المريد. ولذلك قالوا ايه يعني من جميل ما كتبه الامام الغزالي تربيه الاولاد في ايه؟ في السلوك وتربيه الكبار. ده بين ورا بعض ذكرهم في الاحياء. يقول في تربيه الاولاد الكبار يعني اذا كان مرتكب الكبائر يبقى اقول له اول حاجه امنع نفسك من ارتكاب الكبائر. اذا كان ترك الفروض والطاعات والاركان اقول له اول حاجه التزم الفروض والطاعات والاركان. ما يجيش واحد مرتكب الكبائر اقول له ايه مثلا هو بيشرب سجاير يتعرض للدخان وايه وهو مرتكب الكبائر اقول له لا سيبك من الدخان. ده شيء صغير مختلف فيه. هل هو حرام ولا مكروه؟ ثانيا هو من الصغائر على قدر من قدر على قدر من قدر انه حرام. وهو تالت وهو مرتكب الكبائر بقول له اول حاجه الاخلاء عن الكبائر، الاختيار، الاولويات. تالت ما بيصليش الفرض اقول له صلي السنه. يبقى الاول اقول له واطب على الفروض، يبقى ايه يمتثل بالفروض وايه يلتزم ترك الكبائر. بعد كده ينتقل لمراحل اخرى ان هو يبتدي يترك الصغائر وبعدين يبتدي يتورع عن المكروهات. ها؟ وبعدين يبتدي في بالنسبه للطاعات انه يزيد في النوافل وهكذا. ها؟ ده تطبيقي كده. حتى كان من اجمل الامثله التي ضربها الامام الغزالي قال ايه؟ ان لو واحد عليه دم في بقعه عليها دم ازيلها بالبول ثم اغسل البول بالماء. يعني ايه؟ ممكن اجعل لي بدائل في نفسه ايه؟ سيب الكبائر. طب انا بعمل صغير اقول بس سيب الكبائر. خلي الصغائر شغال. ليه؟ بغسل الاول الدم بالبول. طب ما هو البول نجس بس الدم اكثف ويدخل في الثياب ويتمسك، يعني يستمسك في الانسجه بتاعت الثوب.
ونغسل الدم بالبرد بعد كده طهر يبقى يسهل التطهير بعد كده. قد يكون حمضيه البول تؤثر في ازاله كثافه الدم من الامثله، وبعد كده اغسل الجميع بعد ازاله الدم المتمسك ده. فايه لم تبنيه في طريقه التربيه له هكذا طرق يعني. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده الى سبيل الله تعالى، لان الله تعالى ارسل للعباد رسلا رسولا للارشاد، ارسل للعباد رسولا للارشاد صلى الله عليه وسلم للارشاد الى سبيله سبحانه وتعالى. فاذا ارتحل صلى الله عليه وسلم الى رفيقه الاعلى قد خلف الخلفاء في مكان العلماء ورثه الانبياء حتى يرشدوا الى الله تعالى. فكل العلماء مرشدين، مش الخلفاء الراشدين، لا، كل العلماء مرشدين الى الله تعالى. فكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الدين، وكل اهل العلم العلماء لهم شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ لكن ما فيش حد جمع الاوصاف كلها الا من كان قريب قوي اللي هو الوالد محمد، يكون ايه؟ جمع بقدر الامكان اكثر من غيره. واكثر واحد جمع عند حال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللي هو ايه؟ القطب الزمان او الوالد محمد. وشرط الشيخ الذي يصلح ان يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافه. واني ابين لك بعض علاماته على سبيل الاجمال حتى لا يدعي كل احد انه مرشد. فنقول من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضه نفسه من قله الاكل والقول والنوم وكثره الصلوات والصدقه والصوم، وكان بمتابعه الشيخ البصير جاعلا محاسن الاخلاق له سيره كالصبر والصلاه والشكر والتوكل واليقين والقناعه وطمانينه النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها. فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به، ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. ومن سعادته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أما احترام الظاهر فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ يرفعها، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا، لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهرا. ده شروط الشيخ الكامل، ده كم الدور من قبل اللي هو يعتبر وصل من كم الدور. وشرط الشيخ الذي يصلح ان يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ده نائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الصفات بتاعت الوالد محمد تقريب او من كان قريبا منه، وقلنا دي درجات الوالد محمدي الاقطاب الاربعه، القطب الزمان وبعدين الاقطاب الاربعه والاب بعد كده الاربعين وما الى ذلك. الأربعين الدار وبعدين هي من الجبال 313. ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة، أي لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عنه. وإني أبين لك بعض علامته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. ماشي، لكن في حصول الصفات الدنيا دي من كل حال الاحوال دي كما سنشرح كافي في ان يكون مرشد ومربي، لكن درجات مربين فوقهم فوق بعض او فوق كل ذي علم عين. فنقول اللي هو ده الكامل يعني
من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه في قلبه طبعا نشيد، وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يبقى الطريق ماخوذ بالميراث، والميراث في ايه؟ سلسله العلماء، سلسله الاولياء، سلسله المربين، سلسله الصوفيين، خلاص لما سموهم في الاخر صوفيين. تجد السلسله دي لها اسانيد بالفعل، في اسانيد متصله حاليه، بمعنى كل واحد تربى على شيخ، ها؟ وشيخه تربى على شيخه، وشيخه تربى على شيخه. هكذا تجد الاسانيد دي عن الطريقه النقشبنديه موجوده، والشاذليه موجوده ايضا، الى الامام الحسن البصري الى علي بن ابي طالب كما قلنا، والى الحسن البصري الى ابي الصديق على القول بانه لاقياهما وتلقى عليهما ذلك الطريق. خلاص كل الصحابه اولياء، لكن مشهور منهم ايه؟ سيدنا ابو بكر، لانه صاحب مقام الصديقين، وسيدنا علي من كبير العارفين. خلاص وقد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين. ده عن شيخ عن شيخ عن شيخ. الغالب في الاسناد في الطريق الى الله تعالى في اسناد ظاهر موجود، موجود كده ميراثا، لان كان عايش معاه وكده. خلاص وده موجود في اسنادين موجودين مطبوعين في الكتب، يعني تجد ذكرهم الامام ابن عجيب الحسني في شرحه على الحكم العقائديه المسمى ايه؟ يقضي الهمم شرح الحكم، وذكره كثير من العلماء الاسنادين دول مذكورين يعني. ده اسناد حالي مستمر، ومنهم ايضا موجود ما في اساليب اخرى معتبره عند اهل التصوف، وهي اسناد اللي هو بالباطن، بمعنى ايه؟ ان هذا اخذ العلم، هذا السالك يقول ايه؟ هذا سلوكه يزيدي. ما معنى كلمه سلوكه يزيدي؟ اي انه اخذ العلم بالباطن بالميراث في المنام او في اليقظه، او يزيد القسطنطيني وبين وبينه قرون، قرنين ثلاثه، فيقول هذا سلوكه يزيدي. اي لما اقول اخذ من علم سيدنا ابو اليزيد القسطنطيني، سواء تلقى ذلك العلم في المنام من سيدنا ابو اليزيد او تلقاه في اليقظه من سيدنا ابو اليزيد، يضرب له كده المثال بتاع سيدنا ابو اليزيد ويلقيه ويلقنه ويعلمه، فتجد اكتسب العلم منه وسار على طريقه، فيقول هذا مقام مزيدي، اي ايه؟ يزيدي، اي ماخوذ من سيدنا ابو اليزيد القسطاني، وهكذا. يبقى في جزء مقطوع لكن هو قرنين مثلا، لكن بيظهر الشيخ ويربيه، او الشيخ بياتيه في المنام ويربيه، وكل ما تظهر مشكله يحل هذا. وده حدث ما عندنا يعني في الواقع مع بعض الطلبه عندنا الطالبات، والطالبات انهم بالفعل انهم يسيرون على الشيخ مثلا الشاذلي او الحسن الشاذلي، ياتيهم في المنام ويوجههم، وياتيهم في اليقظه ويوجههم، واذا راحوا يزوروه وجدوه في الطريق وشافوه كده ينكشف عنهم الاحوال. خلاص فيبقى ده مقام شاذلي حلو قوي. المهم ان في سلسلتين الساده الصوفيه يتجاوزون قليلا. طب ايه العلم الشرعي في هذا؟ نقول ان درجات الجرح والتعديل، عشان كنا بنتكلم في علم ايه؟ المصطلح الحديث النبوي في كتاب التقريب والتيسير، درجات الجرح والتعديل دي تختلف في مراتبها. فبالنسبه للحديث الصحيح الذي يحتج به في الاحكام والعقائد يبقى لازم اعلى درجه، الثقه المتقن ده. طيب درجه اقل منه حديث حسن ماشي، طب حديث ضعيف الراوي فيه ضعيف اختلط كثيرا، ها؟ لم يصل الى مرتبه الحسن او الصح او الصحه، هذا يقبل حديثه في ايه؟ في ابواب معينه في فضائل الاعمال. دي مراتب جرح الحديث والجرح والتعديل في الحديث. طب مرتبه السيره النبويه، ده احنا بنقبل في السيره النبويه ما لا نقبله في الحديث، ليه؟ لانها فيها فوائد اخرى. طب مرتبه الاخباريين اللي هي التواريخ زي تاريخ ابن كثير البدايه والنهايه او التواريخ، ناخد الدرجه اقل درجه من درجه ايه؟ السيره النبويه. في الطريق الى الله تعالى ناخد درجه انقطاع الاسناد باعتبار اتصاله في الباطن. ما اتصاله في الباطن؟ ان الشيخ بيلقنه عبر القرون بيراه ويعلمه. خلاص؟ وان كان في اسناد متصل، لكن احنا بنعتبر برضه ايضا الاسناد المنقطع ظاهرا وان كان متصل باطنا.
بعض العلماء كان يعلمه الشيخ أبو يزيد قسطنطين ظاهره وباطنه، يضربه امامه ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. فده موجود، وهذا من نوع الاساليب الموجوده في السلوك والطريق الى الله تعالى. نتجاوز فيه كما تجاوزنا في الحديث الصحيح في الاحكام الى السيره، بل نقبل الناس في السيره ولا نقبلهم في الحديث. وتقابلنا وتجاوزنا فقابلنا ناس في الاخبار الاسم الاخباري ولم نقبله لا في السيره ولا في الحديث. هكذا في الطريق الله تعالى قابلنا بعض الناس الذين يعني قالوا انهم يلقنون العلم من هؤلاء الائمه الاكابر في الظاهر او الباطن او المنام. يبقى لازم يكون ايه؟ وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بعض اكابر السالكين او المربين تلقوا في الباطن عن اكابر، خلاص يعتبر كده. وصف لها هذا الشيخ، وكان محسنا رياضة نفسه. هذا الشيخ احسن رياضة النفس، يعني اذا هو اكتشف ان عنده نفس وهوى وشيطان ودنيا، وابتدى يقري الاشياء الاربعه دي لانه زهد في الدنيا وامتنع عنها وما تعلقش قلبه بها ان كان عايش فيه. وقد يلبس افضل الثياب واغلاها الا انه قلب غير معلق بالدنيا، واما عدم تعلق القلب، لان هذا العلم مبني على القلب. فالشيخ ده محسنا رياضه نفسه، اكتشف ان عنده هوى وشيطان ودنيا ونفس امر بالسوء، وابتدى يقري الاربعه دول. فأحسن رياضة نفسه، يروض النفس من قلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم. هو يشير إلى الأربعة أركان للطريق، أربعة أركان: قلة الأنام والمنام والطعام، ها؟ قلة الأنام والمنام والطعام، ها؟ والكلام. هما اثنين مبنيين على اثنين، فقلة الأنام تؤدي إلى قلة الكلام، فعلاقة بين مش هتكلم كتير عشان ما اكتبش عشان ما نمش، خلاص. يبقى لازم أقلل من الأنام من اختلاطي بالبشر، خلاص. وقلة الطعام تؤدي إلى قلة المنام، قلة لو كان كتير هيشرب كتير هينام كتير. فدول الطرق طريق إلى الله فيها قلة الأنام وقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام. وهنا بيشير الى هذه الاربعه، قال: بمتابعه الشيء محسنا رياضه نفسه من قله الاكل والقول، اي قله القول، والنوم، اي قله النوم، وكثره العباده، كثره الصلوات والصدقه والصوم. وكان بمتابعه الشيخ بصير، كان الشيخ بتاعه ايضا بصير، عنده نفس الصفات بتاعته دي، لان متمكن فيها اكثر، غالبا ما يكون الشيخ اكثر تمكنا في تلك الصفات. جاعلا محاسن الاخلاق له سيره، ان سيرته طريقه هي محاسن الاخلاق. وابتدى يذكر بعض محاسن الاخلاق كالصبر والصلاه والشكر والتوكل، اي استحضار هذه المعاني القلبيه. فالامر ما قلنا الطريق الى الله مبني على استحضار المعاني القلبيه، ويتم بصلاح القلب فقط، الا من اتى الله بقلب سليم. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فيبتدي يهتم باصلاح القلب بمراعاه هذه الاوصاف. الصبر، ده ضد الغضب. هناك كما كنا بنشرح الغضب قريبا، يعني قلنا كالصبر والصلاه والشكر، ها؟ الشكر اللي هو يكون في مقابل نعمة أنعم الله تعالى على العبد، يقابلها بالشكر على النعمة التي أتت إليه، بخلاف الحمد، الحمد على مطلق النعم، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري. طيب، والشكر والتوكل، اليقين واليقين، القناعة، يكون عنده قناعة بما رزقه الله تعالى، فلا يتطلع ولا يتطلب قلبه، يتطلع قلبه إلى أشياء أعلى أو أكثر. ده نادر، تجد 99% من الناس ما عنده قناعة، وقد يصل هذه القناعة إلى عدم وجود القناعة إلى التحريم، أنه يتطلع إلى شيء لا سبب له، ليس لم يسببه الله تعالى له.
كأن يطلع يتطلع إلى شيء إلى شراء سيارة فخمة وليس عنده المال ويقترض ويتدين وليس عنده السداد، ده حرام واضح. 99% من العوام عندهم هذا أن يتطلع هذه التطلعات ويحاول يحقق، ده حرام. أما تطلعه العادي أو مبلع، لكن إيه؟ الأصل عدم التطلع. شوف سيدنا عمر لما كان لا يقدر شيء مطلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما أتاك من غير تطلع نفسك فخذه، وما تطلعت إيه نفسك فدع. يعني لو نفسك تطلعت شيء فأنا واحد جاي يقول لي ما خدوش. طب لو نفسك ما تطلعتش أصلا وجا الشيء ده من غير ما حد نفسك تطلع إليه أو قضي إليه أخبر ماشي. يعني وقع قاعدة سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي تتطلع عليه النفس ما تقدروش، ليه؟ لان النفس المشتاق اليه، وانت بتعالج نفسك. طب ما تتطلعش وجالك عن غير التطلع نفسك، فاقبله وخذه يعني. ان كان مكانه زي سيدنا عمر لانه مقام الصديقين برضه كان يرفض كل شيء مطلقا، فالرسول وضعه في القعر. والتوكل واليقين والقناعه، ان يكتفي بما رزقه الله تعالى، وطمأنينه النفس بالله تعالى، نفسه في مطمئنه لله تعالى، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، خلاص؟ وانه وان روح القدس قد ابقى في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها، او رزقها واجلها، فيطمئن بالله كده، يرجع حموره، يرمي امره على الله تعالى ويتوكل، وده معنى التوكل ومعنى اليقين ايضا، فمشتركين في طمأنينه النفس بالله تعالى. وابتدى يتكلم عن صفات يجب تحصيلها، الحلم، الأناة، خلاص؟ النبي ليس عنده تسرع، يصبر، خلاص؟ والتواضع، فالحلم هنا انك انت تصبر، واحد قال لك كلمة وحشة، اسكت، تتحمل. طب المقام الأعلى في الحلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الحلم بتاعه إيه؟ كلما ازددت عليه يعني كما يعني كان احد اظن ابن سعنة، زيد ابن سعنة اليهودي، ها؟ علم كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم الا صفه واحده في التوراه، فاراد ان يتحقق منها. هذه الصفه ايه؟ انه كلما ازددت عليه فضلا وغلاظه ازداد هو حلما صلى الله عليه وسلم. فكان زيد ابن سعنة اخرج النبي شيئا. وكان معاه بعد شهر يسدد ذلك الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يسدد ذلك الشيء الذي اقترضه من زيد بن سعنة. فجاء بعد 3 أسابيع تقريبا، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يجلس في المسجد، فجاء زيد بن سعنة وقف كده، أين هل يا محمد؟ يا بني عبد المطلب انتم قوم مطلق في وسط الصحابه، ولسه الدين ما جاش، فاضل له اسبوع. سيدنا عمر بن الخطاب عينه بقى ايه؟ سافت وخلاص هيجيب يخطر له. فسيدنا سافر اشار اليه، اجلس. وقال لسيدنا ابو بكر، سيدنا عمر قال يا عمر في روايات كان الأفضل لك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. ورغم ذلك لسه أسبوع على حلول الدين. شوف بقى درجة الحلم العالية. أمر عمر نفسه اللي هو كان هيقتل الرجل زيد بن سعنة، وأمره أن إيه؟ يعطيه يقوم ويوفيه الدين، رغم الدين لسه دينه محدش، ما حدش وقته، زمانه ما حدش. وأن يزيده أجر مرة الوعد. وقال احسنكم اداء او قضاء، خلاص؟ وامر له بزياده من المال، فزيد بن سعنة اسلم. لان هذه الصفه ان كلما ازددت عليه قسوه او كده ازداد هو حلما صلى الله عليه وسلم. ده حلم، الحلم بتاع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاعلى ده، لما الرجل جذب من العباءه حتى اثرت في عنقه الشريف، اعطني يا بني اعطني من مال الله انك لا تعطيني من مالك، فامر له بمال. وضحك الرجل انجذب شديدا واثرت في عمقه العباءه، رغم كده ضحك عليه الصلاه والسلام وامر له بالعطاء، رغم انه ملوش حق الراجل، يعني جاي يطلب ايه؟ عطاء، ها؟ صدق اعطيني من مال الله فانك لا تعطيني من مالك ولا مال ابيك،
يقول كده لسيد الخلق ماشي ها اكن الخلق عليه السلام. فدي القمه العظمى في ايه؟ وصف حال الحلم والتواضع عليه السلام، يجلس على الارض ويقول انا اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد ومن اعبد مني لله تعالى. اذا التواضع يعني بتاعنا ماشي، لكن في درجه اخرى من التواضع حال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم والصدق، تحري الصدق وتحري الحياء خلاص، والوفاء يوفي بالعهد، والوقار عنده زنا ووقار، والسكون اي السكون دائما يكون حاله ساكن لا يتحرك كثيرا، والتاني وامثالها يكون هذا من اوصاف المربي. فهو اذا نور من انوار النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان تحققت فيه تلك الصفات كلما تمكنت منه كلما كان اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان المدد من النبي صلى الله عليه وسلم على يد على مدد الله تعالى على يد اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم اعلى واكثر والنور اكثر كلما ايه توفرت فيه تلك الصفات وتمكنت منه. فقلت نعم، فهو اذا نور من انوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به. وكان الصوره دي اللي كتبها الشيخ وذكرها. ولكن وجود مثله نادر اعز من الكبريت الاحمر، الكبريت الاحمر ده شيء نادر جدا. خلاص؟ شديد النظره يعني. ولكن وجود مثله نادر اعز من الكبريت الاحمر. ومن سعادته السعاده فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ، الشيخ ده بقى عارف تلاميذه مش عارف تلاميذ، ده تلميذي ولا لا، ده ابني ولا مش ابني، اي ده مريدي ولا مش مريدي. كان الشيخ كما يحكي لنا سيدنا نور الدين الشيخ فضيلة مولانا الشيخ علي الجمعة المفتي قطب زمانه رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان بيقول الشيخ محمد امين بغدادي هذا من كبار اولياء العصر، كان قطب زمانه. فيقول ان الشيخ محمد بن بغدادي كان ياتي الي المريد، راجل عايز قلبه يبقى كويس، يقول انك لست ابني، ليس لك رزق عندي الا سبع ازواج، انت ابن تعالى. وكان السبعه دي لهم دلالات على ان ده شيخه، منها من مثال كده ان ياتي رجل يريد ان يكون مريدا على يد الشيخ محمد بن بغدادي. فايه؟ يقول ايه؟ اللهم ان كان هذا شافي في شيء في نفسه، اللهم ان كان هذا شافي فاعلمه بما في قلبي ويخبرني بما في قلبي. ويدخل مثلا عليه كده يكون بيفكر في الفراخ المشويه. فاقول مثلا يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقول لا اظن الفراخ المشويه. فربنا اطلع على قلبي، قال له انتبه تعالى. فكان سبعه ده يعني كانوا من كبار الاولياء في العصر السابق يعني 100 سنه تقريبا. الشيخ محمد امين بغدادي كان قطب عصري يعني. فاذا ده وجود نادر، ومن سعادته السعاده فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ، الشيخ بيقبله خلاص. في طرق مختلفه في المسائل، طرق دي عامله الطرق السلوكيه زي المذاهب الفقهيه بالظبط خلاص. ففي مختلفة، في بعضهم السيدة النقشبندية يقول الطريق انقطع خلاص من أيام سيدنا أحمد، السيد محمد البغدادي قال الطريق انقطع، ما فيش حد يقول الطريق بعدي ولا السبعة ولا السبعة، ما حدش يقول الطريق انقطع، لأن عندهم الطريق بتاعهم عالي جدا يعني لا يتقبل كل الناس، يتقبل الأمة فقط. والعلاج فيه فبيت الفقير او المسالك يكون بالنظره، يعني يكون نظره الي فخلع ما بقلبي من الغل، وغير حاله بالنظر، غير حال المريد بالنظره، دي بتبقى نادره جدا عند الكمل يعني، سواء من كل طريق من كل الطرق. وقبله الشيخ ينبغي ان يحترمه ظاهرا وباطنا، يحترم الشيخ ظاهرا وباطنا. اما احترام الظاهري فهو الا يجادله خصوصا في الطريق، يعني ممكن اجادله في الفقه لكن ما جادلوش في الطريق. قال لي اعمل كذا على كذا. احكي لك كويس. انا كنت شغال في الاذكار.
وبحفظ الاذكار النوويه على طول مباشره احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ف يعني الواحد مش حاسس بكده. فرحت للشيخ بقول له انا رسالتي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ انا اعرف اعرف ازاي؟ خد الاوراق دي كلها. اداني الاوراق اشتغلت عليها شويه. بعدين لقيت نفسي ايه؟ عندي ميل برد من الرجوع ان انا اقصر فيها او ما امشيش على الاوراق دي. قام رحت بقى اساله وقام قال لي بقول لك ما تجادلش خد الاوراق دي اشتغل عليها بس. ما هو يبقى هو قال في الحال اشتغلت على الاوراق استقرار زياده. احسست بالاطمئنان زياده، احسست باستقرار زياده، بطمأنينه النفس زياده. ها؟ حتى انا كان سؤالي يا مولانا انا ماشي صح ولا غلط؟ وانا سالك مظبوط ولا مش سالك؟ هذا نوع ما. فما ده الاول احساس بالاطمئنان زياده، رسوخ زياده. ها؟ اما احترام الظاهر فهو الا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مساله معه، ما هوش دليل في كل مساله، دليل قال واضح؟ وان علم خطاه، ان علم خطا الشيخ حتى لو علم خطا الشيخ. أنا أولا شكل سيدنا الشيخ علي جمعة. كثير جدا من المسائل أسأله فيها وأقع وأكون أنا ما بسألش غير لما يكون حصل خلاف. الحمد لله بفضل الله تعالى ومنته أني أوافقه فيما يحكم به من الأحكام والفتاوى بنسبة 99%. أنا بجلس كده أسمعه لأنه لا الله الفتوى فقط ما عندي في قلبي. دي صفة دايما 99%. نادر بقى ما تكون مسألة أنا في مسألة قلبي وهو افتى بغير ما انا اعتقده من الفتوى او ما في ذهني يعني من الفتوى هذه المساله. فاجد في الاخر بعد جدال او من غير جدال اجد ان هو على الحق دائما. غير طبعا الكشف اللي بيحصل عنده وغير الكرامات اللي بتحصل، لكن اجد ان هو على الحق دائما. اخر مساله هنا في مجلس فقال ايه؟ الخوارج ليس لهم شوكة والبغاة لهم شوكة. قلت ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ قال إذا كانوا ما لهمش شوكة يعني يبقوا خوارج، وإذا كان لهم شوكة يبقوا بغاة. السنة اللي في ذهني عن مزايا الأربعة مش كده؟ رجعت قريت على كتب المزايا الأربعة وجدت إن دي خلاصة النظرة العليا لمسألة الفرق بين الخوارج والبغاة. الخليج ده ما بيبنيوش قوه ولا شوكه لكن بيقتل الناس. طب والبغاه لا ده لهم قوه وشوكه ومنعه. وجدت ايه؟ راجعتها على المزاد الاربعه في تعريفات كلمه خوارج وتعريفات كلمه بغاه، وجد ان قول الحق ان الخوارج لا شوكه. ده النهايه الخلاصه. فهو بياتي لك بالخلاصات واضح بكمال علم يعني مما امده الله تعالى. فتجد كده بصفه دايمه. فتوى ثانيه، ناس سألوني عن واحد أرض موجودة في واحد باعها لابنه، وجاء أحد أبنائه خد العقد ده وداه للأرض أنا أقطعه، فضاعت الملكية بتاع الأرض. اللي وقع في ذهني إن ده إيه؟ إن العين هلكت، فيضمنها اللي أعطى الأمين على العقد ده اللي أعطاه للأرض اللي أقطعه. ماشي؟ اللي وقع في ذهني في قياس الخاطر ان الارض هلكت فيضمن اللي مثل الذي ايه يعني اعطى العقد لمن يمثله. لان العقد كده الارض رجعت ايه؟ مقصوبه، ما بقاش ملك، رجعت للملك الاول وهذا غصب لان هي الملك الثاني. فالثالث لما اخذ العقد واعطاه للملك الاول مزقه. فانا اعتبرت ان ده ايه؟ ضمان ان هو اللي اعطى العقد للملك الاول يمزقه ده ضامن للارض. فقعدت اجادل الشيخ قال لي دي مش ضمان، لان العين موجوده ده اسمه غصب واغتصبت العين. فالفرق الدقيق عندي دائما رضي الله عنه وارضاه. فالمهم يقول ولكن وجود مثله نادر اعز من الكبريت الاحمر، ومن سعادته السعاده فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي ان يحترمه ظاهرا وباطنا. اما احترام الظاهر فهو ان لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج عنه معه في كل مساله، وان علم خطا الشيخ ظن من الشيخ خطا، لان هذا العلم ده غلط، ده ظن خطا.
للمجادلة، لكن طبعا لابد للإنسان يسأل مش للمجادلة إنما للعلم حتى لو تتضح المسألة في ذهنه. لا لا لكن ما يمثلش من كده خلاص، ولا يلقي كذا آداب ظاهرة بقى في الآداب العامة، ولا يلقي بين يديه سجادة. كان دايما الإنسان يمشي مع سجادة الصلاة بتاعته، ما يجيش يفرش سجادة الصلاة ويقعد عليها قدام الشيخ. لا ماشي، طب والشيخ مش قاعد على السجادة، على سجادته، وحتى لو قاعد على سجادته وانا ما عملش زيه وافرد سجادته واقعد قدامه، هذا ايه؟ لا يفرد، لا يلقي بين يديه سجادته اي اللي بيصلي عليها الا وقت اداء الصلاه. وقت اداء الصلاه يفرش سجادته ويصلي زي عدد من الذين يفرشوا ايه؟ الازار، ها؟ ويصلي عليه او ايه؟ ما يكون معهم من الثياب. فاذا فرغ يرفعها، يلم السجاده بتاعته ويقعد ربع قرض تادبا مع الشيخ. ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرة ما يقعدش بقى يطيل في الصلاة والشيخ قاعد. لا يلتفت إليه، لأن ده فرض الكفاية إن أنا صلاح القلب وتلقي العلم الظاهر والباطن فرض كفاية. ده فرض عين في العلم الباطن لإصلاح القلب ودي نافلة. فلا يكثر من النوافل، يؤدي النوافل بقدر الإمكان بالسريع، ها؟ ويجلس مع شيخ. ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرة ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. يتفق يا ايه؟ لان الشيخ مطلع. الشيخ على الاقل ان الشيخ خارج الموضوع والمشكله بتاعتك فينظر اليها فيحيط بنواحيها ويعطيك الجواب الامثل او الطريق الامثل لحل تلك المشاكل. سواء في ايه؟ اصلاح الباطن او غيره. واما احترام الباطن فهو ان كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن. الحمد لله رب العالمين. ما ينكرش عليه الباطن لان هو اعلم منه. لا فعلا ولا قولا، ما ينكرش على الشيخ بقدر خلاص؟ لئلا يتسم بالنفاق، يبقى في الظاهر قاعد بتقول انت شيخي وفي باطنك انت معارض له. خلاص ما ينفعش. وان لم يستطع ذلك، اصبح الباطن لانه يقول انا ملتفت الى شيخي، ها؟ يترك صحبته الى ان يوافق باطنه ظاهره. يسيب ايه؟ صحبة الشيخ لما يحس ان هو ايه؟ في الباطن والظاهر ممتثل له. خلاص؟ امتثالك للشيخ وامتثالك لامر الله تعالى مش للشيخ، الشيخ ده مش معبود من دون الله. ده مجرد واسطة بيني وبين الله تعالى، وبعض ما راح يحكيها الواسطة كالعادة. لأن النفع والضر على الحقيقة هو الله. ولا نفع ولا ضر سواه. والواهب على الحقيقة هو الله. فانه وهب لك الشيخ فتحمله على انه لا جعل لك ذلك الشيخ لتسلك اليه عن طريق ذلك الشيخ الذي يربيك ويقربك الى الله تعالى. فالشيخ مربي ومقرب الى الله تعالى ومرشد يلقيك. قال ويحترز عن مجالسه صاحب السوء ليقصر ولايه الشياطين ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفى عن لوث الشيطان. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. بعد ما وجد الشيخ وبيتربع على طريقه وعايز يعالج نفسه غلط ويحترز عن مجالسة صاحب السوء، أي أصحاب السوء ما بيجلسوهمش. ما تذكرش الله مقصرين في العبادات تقولهم اصحاب سوء. في من طبعا صاحب سوء حرام انها جاته. اللي هيجعلني اعصي الله وصاحب سوء ان يقصر في عبادتي. خلاص؟ يجعلني مقصر مثلا في الذكر. اقول لك ما تذكرش ما تجلسش معاه، خليك مع الذاكر. خلاص؟ ويحتاج عن جلسه صاحب السوء ليقصر ولايه الشيطان شياطين الجن والانس من صحن قلب. يقصر أن يمنع أو يحجم ولاية شياطين الجن والإنس عن صحن قلب، عن القلب بتاعه. أي يقلل ويمنع تسلط القلب الشياطين على القلب. فيصفى عن لوث الشيطان. فيصفى عن إيه؟ لوث الشيطان، آثار الشيطان. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى، يختار الفقر على الغنى. لأن ذلك قد يجد أن الغنى يمنعه من كمال الحضور وانشغاله بالله تعالى، لأنه بينشغل بالمال الذي
الذي ابتلئه فيمنعه من كمال التعبد، زي قصه ايه؟ فرأيت من انتقل بس حاتم بن ابي بل تعبد بن ابي حاتم ايه؟ قال ادعو الله تعالى ان يميني، فقال لن تستطيع. قال لا ان شاء الله اتي بها بشرطها ادعو الله. فدعا لنا صلى الله عليه وسلم، كان عنده غنائم صغيره. ففضل ايه طريق والمهمات لغايه ما ايه؟ كان بيصلي الفروض الخمسه ويصلي الجمعه مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. فاتسع المال بتاعه وغنيمات بقى عنده قطعان، فخرج بره المدينه فاصبح لا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يجي الجمعه ازداد المال ما بقاش يروح الجمعه. وبعدين راح بعد كده سال جاء الرجل يجمع الزكاه، فجاء اليه فقال اعطيني الزكاه، قال اذهب الى من بعدي خذ الزكاة من اللي بعده. فذهب إليه ثم رجع إليه قال إني أراها شقيقة الجزية، أنت بتاخد مني جزية مش هدفع الزكاة وما ادفعش الزكاة. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وين أنت؟ ها؟ وإيه نكتب فيه الآيات؟ منهم ما عهد الله لئن آتانا من فضله من صدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به واستغنوا. الآيات نزلت في إيه هذا الرجل؟ طلب الغنى وهو كان المفروض يمشي مستور وخلاص. ونقف هنا ثم اعلم ان التصوف له خصلتان، الاستقامه مع الله تعالى والسكون عن الخلق. فمن استقام واحسن خلقه بالناس وعملهم بالحلم فهو صوفي. نقف عن الصوفي وايه واعلم ان التصوف له خصلتان. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله ورسوله النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.